العيد المبارك يمثل المفتاح الرئيسي لحل الاختلافات الكثيرة والكبيرة القائمة بين المسلمين منذ 1400 عام وإلى هذا اليوم. الاختلاف في قضايا الألوهية، الاختلاف في قضايا النبوة، الاختلاف في قضايا المعاد، هذه الاختلافات كثير منها ينشأ من نقطة واحدة، وهذه النقطة هي نقطة الغدير. احنا المفروض ان نكون متعبدين بما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما يقوله فهو وحي. هذا التعبد قضية مهمة جدا، نحن يجب علينا أن نرى ماذا أراد الله منا، لا ماذا نريد. ماذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي خليفتي من بعدي. نحن نعتقد أن يوم الغدير هو المفتاح لحل هذه العقدة الرئيسية التي تنشأ منها الألوف من العقد. مفتاح هذه العقدة تجدونه في كتاب العلامة الأميني رحمة الله عليه، كتاب الغدير. هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ من أوله إلى آخره. مفتاح هذه العقدة التي هي المنشأ لكل العقد تجدونه في كتاب المراجعات. ضروري الكل يقرؤون كتاب المراجعات. شرف الدين رحمة الله عليه مع شيخ الأزهر قال: بحثنا فقط في نقطة واحدة، وهذه نقطة الإمامة، لأن كل البحوث الأخرى تتفرع من هذه القضية. هذا هو المفتاح.